السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة التصوير في جهاز الايفون بشكل احترافي شوي، طبعا الشرح خاص في اجهزة الايفون. ندخل على الاعدادات، بعد كذا ندخل على الكاميرا، بعد كذا ندخل على تسجيل الفيديو. طبعا مو تصوير صور عادية، لازم هذا الشرح لتصوير الفيديو فقط. هنا يقول لك 3 خيارات: 30 اطار، 720، 1080، 30 اطار. هنا 1080 60 اطار، نختار الخيار الثالث. طبعا راح تشوفون الفرق لما تصورون في خيار 30 و60، راح تشوفون الفرق. طبعا هذه الخاصية تساعدك بشنو؟ تساعدك اذا كنت تصور وانت تتحرك او وانت تمشي او وانت تركض، يعني كذا الكاميرا تكون ثابتة بشكل يعني شوي ثابتة احسن من الخيار الثاني وادق بالتصوير. لما تصورون راح تشوفون الفرق ان شاء الله. هذا كل اللي عندي اليوم، اشكركم على المتابعة وفي امان الله.